كان بيلعب امبارح اوسوريو قدام خصم ومدير فني كابتن طارق العشري بيعمل تكتلات دفاعيه معروف طبعا مشهور. شفت ازاي انه قدر ازاي يفتك التكتل الدفاعي والقوه الدفاعيه للكابتن طارق العشري؟ لا هو اللي فك ضربه الجزاء. لا جون اللي بص المدرب اللي بيقعد اذا كابتن طارق مدرب كبير وراجل حافظ الدوري ممتاز واشتغل وعنده خبرات، الحل الوحيد انت تجيب فيه جون بدري. انت اول ما بتجيب جون بدري خطط بتتغير، بيفتح لك الجيم زي اللي حصل الشوط الاولاني بعد ضربه الجزاء، كنت تقدر تجيب الثاني والثالث والرابع لان هو خلاص ما عندوش حاجه يخسرها فعايز دلوقتي يعوض. لكن طول ما هو يعني الخوف كله امبارح ان هو لو تلعب جيم الشوط الاولاني 0-0 كان هيتعبنا جامد جدا جدا. بس هو عامل امبارح حركه انا مش عارف احللها، ان هو زي يطلع الراجل اللي اسمه الراجل التونسي اللي هو عمل التغييره في الشوط الاولاني دي ريحتنا. الولد التونسي ده لعيب كويس قوي، انا اتفاجئت ان هو طلعه ريح الجبهه اللي كان فيها ابو الفتوح لان هو لعيب كويس جدا. انا اتفاجئت ان هو طلعه، فالطلوع ده تقدر ده جه في صالحنا. لكن الكابتن طارق طبعا مدرب كبير، بس اللي بيلعب بطريقه دفاعيه دي وبيخش في جون بدري تقدر تجيب فيه الثاني والثالث لان هو خلاص يعني ايه بيفتح الجيم. احنا الشوط الاولاني اديناه بشكل جيد، الشوط الثاني النواحي الدفاعيه قلت عندنا شويه، وايه اللي اخر 10 دقائق ابتدينا نمسك الكوره اللي جبنا فيها الجون الثالث يعني.